ست سنوات مضت على اختطاف قرابة 2000 مواطن من منطقة الصقلاوية وبحيرة الرزازة، وما زال مصير المغيبين على يد ميليشيا حزب الله المنضوية تحت لواء ميليشيات الحشد مجهولا، على الرغم من صرخات الثكالى وأنين الأطفال والمطالبات المتكررة بالكشف عن مصيرهم. قلبي خلص، ما أقدر أسولف يوم من واجب الطارئ. أكبر عملية تغييب قسري شهدتها البلاد ارتقت إلى أن توصف بجريمة تطهير عرقي من قبل المنظمات الحقوقية، بعد أن جرت أمام أنظار الحكومة وبتواطؤ من أجهزتها الأمنية بخلفيات طائفية تحت ستار تحرير المناطق من سيطرة تنظيم داعش. أريد أولادي، شنو مصيرهم؟ ليش أخذوهم؟ ليش أخذهم بلدي؟ اختطاف وتغييب أبناء الصقلاوية والرزازة تحول لورقة انتخابية وملف دسم للأحزاب السياسية، يستخدم عند الحاجة متى ما تناحرت واختلفت في تقسيم الكعكة، وهذا ما يفسر عودة الحديث عن هذا الملف من مدعي تمثيل السنة في البرلمان والحكومة على خلفية صراعهم مع الإطار التنسيقي الذي يوفر الغطاء والحماية للميليشيات المسؤولة عن جريمة الاختطاف والتغييب، متناسين تحالفهم السابق مع الجهات نفسها المتورطة في عمليات الاختطاف عند تمرير الحكومة السابقة، وفشلهم في الوصول لنتائج تنصف الضحايا وذويهم عبر لجانهم البرلمانية المشكلة بسبب الفيتو الإيراني الذي رعى التوافقات السياسية في حينها. سنوات التغييب المريرة التي مرت على عائلات المغيبين وفقدان المعيل تجعلهم يتمسكون في كل بارقة أمل، على الرغم من يقينهم بزيف وعود السياسيين ومتاجرتهم المفضوحة بهمومهم وآهاتهم. وشاربكم وشارب كل طيب، اللي يلعب بأمن هاي المحافظات ويلعب باستقرارها إلا أكثر طهر. فهل يصح أن تكون المعاناة الإنسانية ورقة سياسية بيد هذا وذاك دون أي مكسب لذوي الضحايا المنكوبين؟